شوف اول تقرير معانا دلوقتي مع بعض. الحقيقه وزاره البيئه اقامت ورشه عمل للاعلاميين بعنوان دور الاعلام في زياده الوعي بالقضايا البيئيه، استعدادا او لاستعدادات وزاره البيئه لاستضافه مؤتمر الاطراف الرابع عشر لاتفاقيه الامم المتحده للتنوع البيولوجي، واللي بتستضيفه مصر بمدينه شرم الشيخ نوفمبر اللي جاي ان شاء الله بمشاركه 196 دوله وحضور 5000 مشارك. التفاصيل في التقرير التالي. على مدار يومين متتاليين نظمت وزارة البيئة ورشة عمل للإعلاميين حول مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم بمشاركة 196 دولة ويمثل أهمية كبيرة لمصر والعالم. خلينا أقول إنه ده واحد من أهم المؤتمرات في الحقيقة في العالم البيئية، وإن هو الثاني من حيث الكبر بالنسبة لمصر بعد مؤتمر السكان اللي اتعمل 1995. يمثل ايه لمصر؟ في الحقيقه بيمثل حاجات كتيره جدا. ده بيمثل اول تغيير حقيقي لفكره ان البيئه ليست كما هو مفهوم في الارض، على ارض الواقع المصري. احنا بنتكلم على البيئه التي تستثمر، البيئه التي تساهم في التصنيع، التي تدفع الاستثمار الى الامام، التي تحسن احوال المواطن. وده يمكن المفهوم البيئي المهم اللي اعتمده السيد الرئيس واللي هيشتغل عليه المؤتمر فيما يتعلق بالموضوعات اللي هيناقشها، ومنها المشروعات الإسكان وغيرها من المشروعات المتعلقة بالبترول والمتعلقة بالصحة والمتعلقة أيضا بفكرة ربط الاتفاقيات الثلاثة لريو دي جانيرو اللي هي التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والتغير المناخ. ودي من الحاجات المهمة جدا. مبادرة مصرية لازاي بقى نوحد الجهود ونحط خطط واستراتيجيات وتدابير لعكس قضايا الاتفاقيات الثلاثة الهامة للأمم المتحدة، اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية التغير المناخ واتفاقية مكافحة التصحر. ازاي دي مبادرة مصرية، ازاي ناخد إجراءات وتدابير من شأنها الحفاظ على التنوع البيولوجي وفي نفس الوقت تحقيق أثر إيجابي على قضايا التكيف للتغير المناخ، وفي نفس الوقت برضو أنه كافح فيها التصحر. فدي مبادرة مصرية جديدة، فإن شاء الله يعني يكون مؤتمر ناجح بإذن الله ونصل فيه للأهداف يعني وقرارات هامة جدا ينتظرها العالم بإذن الله. ناقشت الورشة عددا من الموضوعات المقرر تناولها خلال المؤتمر وفعالياته، مع شرح تفصيلي للمصطلحات العلمية، مع التوصية بضرورة دمج التنوع البيولوجي بمختلف البرامج والأنشطة الإعلامية لرفع الوعي بأهمية بقاء الإنسان وتنفيذ برامج توعوية لإبراز دوره في مختلف المجالات. يمكن النهاردة ده يعني الحقيقة أنا كنت فخورة وأنا بتلقى معلومات، يمكن أنا مشاركتي إن أنا بس موجودة بتلقى هذه المعلومات، لكن أنا فخورة أن هناك اهتمام بهذا الشكل. أتمنى أن الاهتمام يوسع أكتر من كده، الإدراك والوعي للمواطنين في المنطقة كلها يبقى كمان أكبر من كده، لأن مش بس كفاية أن مصر تكون بتتوعى في هذا المجال، إحنا عايزين إطار أوسع من كده. زي ما قلت لحضرتك، إحنا كلنا على بعضنا نسيج فاعل، فإما كناش كلنا ندرك إدراك جيد كلنا مع بعض هيبقى هناك يعني عواقب سلبية. الحقيقة نحن النهاردة يعني الورشة اللي حضرناها عن دور الإعلام في زيادة الوعي البيئي بقضايا البيئة، تأكدنا وأكدنا على أن البيئة مش رفاهية، البيئة يعني أنا وحضرتك والشارع اللي عايش فيه وكل ما يحيط بي، أنا المستفيد الأول أو صاحب يعني اليد الطولة في الحفاظ على البيئة. اليوم بنأكد أن كل مواطن هو مسؤول عن البيئة المحيطة به، مسؤول عن نظافة الشارع، مسؤول عن نظافة الوطن بشكل عام. هو المؤتمر بيتناول الاتفاقية بتاعة التنوع البيولوجي اللي مصر من ضمن الدول الموقعة عليها. أحب أشير أن المؤتمر هو بداية أن مصر هتبقى هي اللي بترقص الاتفاقية لمدة سنتين من 2018 لحد 2020، ولذلك فهي المؤتمر بس هي شرارة البدء. الاتفاقية بتتناول كل الجوانب اللي بتحمي التنوع البيولوجي في العالم كله، الحقوق
بتاعة الدول في حماية السلالات والأنواع اللي موجودة على أرضها. وحضرتك دي ثالث ورشة احنا بننفذها وزارة البيئة. الأولى نفذناها للسادة الصحفيين من الجرائد المختلفة، الثانية كانت للسادة العاملين بإدارات الإعلام بجهة شؤون البيئة وزارة البيئة، والثالثة للسادة الإعلاميين بالقنوات التلفزيونية والإذاعية المختلفة لأهمية دورهم في رفع الوعي البيئي لدى السادة المواطنين. فكان ضروري، ودكتورة ياسمين وزارة البيئة كانت مهتمة يتعمل أو يتنفذ دورة تدريبية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش اللي منظمة هذه الورشة، علشان نقدر خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله مؤتمر مصر بتستضيف مؤتمر التنوع البيولوجي، وهو تاني أكبر مؤتمر على مستوى العالم بعد مؤتمر السكان، والحمد لله مصر شرفت إن هي تكون تنظمه بإذن الله في مدينة شرم الشيخ. جهود مقدرة لوزارة البيئة في سعيها لحماية التنوع البيولوجي والعمل على نشر الوعي بالقضايا الهامة في المجال البيئة، مع خلق قنوات تواصل بالإعلام لوعيها بأهميته في خدمة القضايا البيئية. عمرو موسى، نهاية الأسبوع.